انت القصة اللي شاغلت لي بالي، وانت الحان الحزن في موالي. جينا نجيب لك بخير الفالي، جينا نجيب لك بخير الفالي، جينا نجيب لك بخير الفالي. حب وسلام وأمل انت القصة. السلام عليكم. انت القصة ومش اي قصة، قصص ناس تجاهد يوميا على راحة عيلتها، وقصص ناس تحارب على خاطر مستقبلها، وقصص ناس تانية كان بامكانها تهون على الاول ظروفها وتساعد التاني في تأسيس كويس لحياتها. لما نكونوا عايشين ومش حاسين بغيرنا، هنا احنا القصة. ولما نحاولوا نمدوا يد العون لغيرنا وباللي نقدروا عليه، هنا هم القصة واحنا تغيير مسار لاحداثها. من قصة نازح نبدو حلقتنا لليوم لقصص طلبة الشهادة الثانوية اللي تباينت أراءهم، وفي المقابل هم نوارة البلاد سواء كانت النتيجة معاهم أو ضدهم. انت القصة اللي شاغلت لي بالي، وانت الحان الحزن في موالي. انت القصة اللي شاغلت لي بالي، وانت الحان الحزن في موالي. جينا نجيب لك بخير الفالي، جينا نجيب لك بخير الفالي، جينا نجيب لك بخير الفالي، جينا نجيب لك بخير الفالي. حب وسلام وأمل انت القصة. القصة اللي شاغلت لي بالي، وانت الحان الحزن في موالي. انت القصة اللي شاغلت لي بالي، وانت الحان الحزن في موالي. جينا نجيب لك بخير الفالي، جينا نجيب لك بخير الفالي، جينا نجيب لك بخير الفالي. حب وسلام وأمل انت القصة. رجعنا لكم ومن جديد مشاهدينا مع قصة جديدة وحكاية مختلفة في معاناتها. قصة اليوم قصة نازح من كم سنة، مش من توا، من 2014. سيب حوشة رزقة في بنغازي وجاي لطرابلس ويقاوم في ظروفه الصعبة هو وعيلته باش يقدر يعيش. صاحب قصة اليوم ظروفه وأوضاعه فرضت عليه يشتغل في كل حاجة ويقبل يسكن في أي مكان. اشتغل في مطعم، سكن في مدرسة، مر في تجربته بمعاناة ممكن أو مش ممكن يقدر يعيشها أي حد إلا النازح. صاحب قصة اليوم ونحضر في الحلقة
ومع كل جروب اللي يشتغلوا معانا ما كناش نتوقعوا إن في وقت حنعيشوا فيه ونشوفوا ليبيين عايشين في هالظروف هذه. رفيق اللي يعول في أسرته، قصة اليوم ببساطة قصة نزوح نازح. إيه نزوح نازح، لأن رفيق للمرة الثانية خلات الحرب على طرابلس يسيب المكان اللي كان عايش فيه وينزح باش يقدر يحافظ على صغاره من القصف اللي راعشهم. اللي توجع في قصة رفيق إنه وحنا نحضره في الحلقة معاه راضي ويضحك ويتمنى إن الحرب تنتهي وينتهي معاها الكره والقتل بين الليبيين. سمعناش منه أي تحامل على المسؤولين والدولة اللي مفروض يهتموا برفيق وغيره من النازحين. مش حنلومه عليه لو دار هيكي، غريب وضع بلادنا، ناس عايشة في قصور وواكلة رزق البلاد ومش راضية، وناس مش لاقية وين تسكن ومش عارفة كيف تاكل. تعرفوا حاجة واحدة شغلة رفيق صغارة وقرايتهم، كيف ممكن يلقى مدرسة تقدر أو تقدر ظروفها الصعبة وتقبل إن يسجلوا صغارها عندهم. اللي لفت نظري إن رفيق بكل تفاصيله اللي حكيتها لكم تو لما كان يحكي معاه فريق الإعداد قال كلمة أثرت فينا كلنا. تعرفوا شنقال؟ قال بلكي في ناس ظروفهم أصعب مني يستحقوا يطلعوا بدل مني، أنا الحمد لله مستورة معاي. كيف لشخص زي رفيق وظروفه الصعبة هذه اللي عايش فيها يفكر في غيره؟ بالتأكيد اللي عايش في ظروف زي هذه حيفكر في اللي زيه وممكن اللي أسوأ منه. خلونا مع بعضنا قبل ما نستقبله رفيق ونحكوا معاه نشوفوا هالتقرير ونرجعه. رفيق المسلاتي هو قصتنا هالمرة. رفيق ولد بنغازي أرغمته ظروف الحرب عام 2014 إنه يسيب حوشة ومدينته ويدور على مكان يحفظه ويحميه هو وعيلته من انه يدفع ضريبة الحرب القاسية. رفيق اللي وصل عمره للأربعين سنة قرر يسافر مع عيلته لعاصمة البلاد بالك يلقى مرات الاستقرار اللي فقده في مدينته ويحصل فرصة باش يأسس حياة جديدة. رفيق ما كانش يتوقع وبعد معاناة طويلة في طرابلس من غير دخل ثابت وفي نفس الوقت كان يخدم في أعمال ما كانتش عوائدها المالية ست حاجات الأساسية، ما كانش يتوقع أن الحرب في جرته وين ما يمشي. جن صواريخ يعني قراد وفي ضربات طيارات في كنا نسمعها يعني، فانتقلنا إلى مصراتة أكثر أمان. وكأن النزوح كان مكتوب على رفيق وكان قدره اللي ما عندش وين بيهرب منه هو وعيلته اللي تتكون من ثلاث صغار، أجبرت الحرب مرة أخرى للنزوح مرة تانية. فسكن المدارس والمخيمات والمؤسسات العامة اللي قريب تطيح عليهم. بعد ما طولت المدة وحسينا أن فتح المدارس وفتح مكانات إيواء ولجوء للعائلات في المناطق اللي هي ما يوصلش فيها الاشتباكات وكذا، فأنا نذكر أول أيام ذهبنا لعين زارة، بداية عين زارة يعني، وكان فيها مدارس فتحت العائلات، ثم انتقلنا لتاجورة. ولأن تكلفة المعيشة في طرابلس غالية وزيد عليها أسعار عقاراتها اللي مستحقين إيجارات، خلت رفيق يختار النزوح للمرة الثالثة لكن هالمرة لمدينة مصراتة. وفي ظل هالظروف اللي يعيشها رفيق من نزوح وعدم استقرار، صغارة قاعدين يستنوا في عامهم الدراسي جديد، فهل بيحصلوا فرصة جديدة بش يكملوا قريتهم زيهم زي جيلهم؟ ومازال عيون عائلة رفيق خايفة من نزوح جديد مضطرين ومش مختارين وين ممكن تستقر بهم الأوضاع هالمرة. توا حيكون معنا رفيق ونزيد ونعرف أكثر تفاصيل نزوح نازح. مرحبتين بيك رفيق معنا في أنت القصة وأنت قصتنا لليوم، إن شاء الله ربي يفرج عليك. مرحبتين بيك وأنستنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فيك، جزاك الله خير. رفيق، لكل قصة أكيد
لها بدايات ولها خلفيات. لما نقول قصة نزوح نازح يعني هي الكلمة بروحها شوية شوية قاسية، وانت مش توا يعني الناس اللي توا قاعدة تعاني لها شهور، انت سابقهم في هالمعاناة القاسية هذه وفي هالنوع من اللا استقرار اللي انت فيه من 2014. خلنا نرجع بك شوية رفيق لبنغازي وال2014، وكيف بدت معك قصة النزوح؟ هو لا يخفى على أحد وضع البلاد يعني سيء، حتى من قبل الحروب ومن قبل الأزمات يعني سيء، ما بالك حدث فيها حروب وحدث فيها أزمات، والناس سبحان الله يعني وكأنهم كلهم جسد واحد يعني في ظروفهم. ولكن أنا بدأت معي القصة من 2014 لما نزحنا من بنغازي. طلعنا من بنغازي نتيجة تغول أشخاص لا يرقبون في الناس إلا ولا ذمة، تغولهم في المناطق وعلى ساكنيهم. فلما خرجنا حفاظا على أرواحنا وأهلينا وأطفالنا خرجنا إلى مدن الغرب، وأنا قصدت طرابلس لأني متعود عليها من قبل، نمشي لها من قبل. يعني من 2014 فبدينا في طرابلس، كل مرة ننتقل في منطقة وكل مرة يعني خلينا في البداية رفيق نبدو بالخطوة الأولى، فكرة أنك أنت تنتقل اللي هي موضوع النزوح من بنغازي لطرابلس، بدايتها في طرابلس، هل عندك ناس غادية مهدولك الموضوع أو أنك أنت بديت من تحت الصفر؟ كيف كان الموضوع في بدايته؟ ايوه كان انا كان 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 عندي اقارب يعني من الدرجه الاولى في طرابلس يعني، فقعدت عندهم المده الاولى البسيطه، وبعدين لما طول الموضوع انتقلنا لمناطق ثانيه ولبيوت ثانيه يعني. ايه الوضع في طرابلس يا رفيق خلينا نحكوا عليه بتفصيل شويه، كيف كان بدايته معك؟ في شنو اشتغلت؟ كيف قدرت تكون؟ في البداية كأني ضيف أيام وحنروح يعني بنفسية الضيف يعني. نفسية الضيف طبعا اللي بيعود ما يفكر في شيء، ما يأسس شيء، ما كذا، لكن لما طولت المدة وحسينا أن لابد من احتياجاتنا الأساسية تتوفر، فبدينا يعني أن نفكروا في احتياجاتنا ونسعوا لاحتياجاتنا يعني. فوجدنا الحقيقة يعني من أهل الخير ومن أهل الصلاح، من دلونا على الطريق ومن وصفونا البيوت ومن وصفونا المناطق والشوارع. والحقيقة يعني كانت تجربة بقدر إنها أليمة بقدر إنها يعني فيها الرضا وفيها تسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. في بنغازي كيف كانت حياتك؟ يعني وين كنت تشتغل؟ كيف كنت مأمن قوت صغيرتك وعائلتك يا رفيق؟ أيوة كانت الأمور يعني كانت الأمور جيدة جدا في بنغازي، كان لي سكن وكان لي مرتب شهري، وكنت أشتغل وكنت بحراك الاجتماعي الطويل العميق يعني، وكنت يعني رجل فعال في المجتمع، وكنت يعني أمور هذه صغيرة التي بدأت فيها من صفر في طرابلس ما كانش عندي في بنغازي يعني، تجاوزتها في بنغازي كثير يعني. حضرتك رفيق من عيلة تتكون من قداش نفر حاليا؟ أنا وزوجتي وثلاث أطفال. ثلاث أطفال يقروا في المدرسة؟ ثلاثة ولا مازال؟ لا اثنين يقروا، اثنين وفطومه مازال صغيره. ربي يفضلهم لك ان شاء الله. موضوع ان ممكن يتحمل الكبير ممكن ما يتحملهاش وما يتقبلهاش الطفل الصغير رفيق، كيف قدرت انك انت تهدي من نفسيه الصغار وتخليهم يندمجوا مع الظروف الجديده هذه؟ هو كل شيء بأمر الله، هو التوفيق من الله. صح. أنا ما نكذب عليك ونقول لك أني عملت شيء أبدا، والله التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والنفسية هذه يتحكم فيها الله سبحانه وتعالى. ولكن زوجتي يعني عندها من الصبر ومن التحمل ومن التسليم لقضاء الله ومن فعل المعجزات عندنا في البيت يعني ما الله به عليم،
فنسأل الله يحفظها ويرعاها. هي بعض الله كان لها سبب الأول يعني. زوجتك ربت بيت، ما تشتغلش رفيق معك. أيوة ربت بيت، وهي خريجة في كلية العلوم يعني في جامعة بنغازي. لما بديت خطواتك الأولى نوعا ما في الاستقرار في طرابلس رفيق، حسيت أن خلاص الأمور بدت تترتب شوية وأن نوعا ما خلاص يعني الأمور هانية؟ وين بديت الشغل؟ كيف بديت موضوع أنك أنت ترتب هالحياة الجديدة اللي أنت بديت فيها تو في طرابلس؟ والله ما فعلت شيء يعني يذكر، ولكنها تقديرات الله. ولكن أكثر من ساعدني، أكثر من نفس عني، أكثر من اهتم بنا، أكثر من خلانا ثابتين في الطريق، هو الأستاذ المحامي الشهم الكريم ابن طرابلس، الأستاذ أبو بكر أبو الشريف. أبو بكر الشريف، تحياتي لي في هذه الأمسية الطيبة، نسأل الله يتقبل منا. هو اللي خلانا على أرضية ثابتة، وخلانا نشوف حوالينا صح، ونشوف يعني حتى تجاوزنا الأمور النفسية، حتى يعني بدأنا نهتم بالآخرين، وبدأنا ننطلق في المجتمع الاجتماعي بداية صحيحة وبداية ثابتة، وربي سبحانه وتعالى كتب لنا القبول، ولله الحمد والمنة يعني. ممتاز. لما قبل شوية تطرقت حضرتك رفيق لموضوع أنك أنت كنت يعني شخصية فعالة اجتماعيا في المجتمع في بنغازي، هل رجعت من جديد كناشط اجتماعي لما حسيت بنوع من الاستقرار في طرابلس؟ رجعت للحياة اللي أنت كنت يعني تحبها، وكنت تؤدي العمل هذا؟ أيوة نوعا ما، ولكن ليست بالقوة التي في بنغازي، لأن الأساسيات والأولويات تغيرت عندي يعني. صح. لما بدت الأمور ترتاح معاك وتتوضح أكثر ونوع من الاستقرار، وفجأة ممكن تتغير في يوم وليلة كل هالمعطيات اللي عندك وكل هالأسباب للراحة والاستقرار، يعني كيف تقبلت الموضوع من أول جديد أنك أنت حتعيش نفس الواقع اللي عشته من 4 سنين فاتوا رفيق؟ هو الحقيقة اللي رأس مال إيمان بالله وقضاء بأمر الله يهون عليه كل شيء، فهذه الدنيا عند الله ما تسوى شيء. صح. ونحن تعلمنا أن هذه الدنيا كلما شلت همها يكبر همها عليك، فهم الدنيا هذا لا ينقضي ولا ينقضي. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو في كبد إلى أن يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. فبهذا الإيمان وبهذه العقيدة الراسخة فينا تجاوزنا الصعاب، وبتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا يعني. موضوع انك انت تنزح من جديد، حاولت تهرب منها الفكره هذه رفيق؟ حاولت تشوف مكان ثاني او قريب من المكان اللي انت بديت فيه حياه جديده، او الفكره على طول ورداتك اني لا نطلع من المكان هذا لمكان ثاني مره واحده باش نبتعد من فكره الحرب من جديد؟ هو طبعا لما بدينا ننتقلوا من منطقه لمنطقه لبيت لبيت واجار وكذا، فكان عندنا الانتقال هذا وكانه يعني وكان معاش غريب وتعودنا عليه. ولكن النزوح هذا بهالطبيعي بالشكل هذا يعني له آلام عميقة والله. صح. والله له آلام نفسية غير عادية والله العظيم. بهذا الشكل والله قد لكي أحافظ على نفسيتي وثباتي لا أستطيع أن أفكر فيه يعني، ونفكر في تفاصيله. فلهذا يعني سبحان الله كيف الناس جميعا هؤلاء الذين يعني تقدر بألف بمية وأربعين ألف عائلة. صح. يمكن من مناطق كلها في طرابلس، كيف هذه المأساة على الناس، وكيف هذا الجمود في المجتمع سبحان الله. يعني مجتمعنا سبحان الله كان يكون أكبر من هيك في هذه الأزمة يعني. صح. سبحان الله سلبية مطبقة غير عادية في مجتمعنا الطرابلسي يعني. طيب يعني طيب هو الموضوع لي حتى من نتيجة يعني اليوم ضربوا طرابلس سبحان الله،
في قلبها، في بحرها، في من أحسن صح. شبابها يعني. فسبحان الله يعني ما تعجز الكلمات عن استغراب عن الأهالي الليبية، عن الليبيين الأصليين. الموضوع رفيق، رفيق الموضوع ليه وجهين لو سمحت. سبحان الله، الموضوع ليه وجهين لو سمحت. احكي لي ممكن على أقصى شيء شفته في موضوع النزوح الأول ممكن، وممكن شيء برد على قلبك وما كنتش تتوقع أنه ممكن الناس توقف فيه معك، لأن ما فيش حاجة بالمطلق أن الناس كلها كويسة أو الناس كلها مش كويسة. أعطيني أقصى الظروف اللي عشتها وأقصى مواقف عشتها في البداية. هو أقصى الظروف ظرف السكن العائلي الصحي المريح، هو كان أقصى التحديات يعني في كل نزوحي وفي كل مراحلي. لكن بحمد الله سبحانه وتعالى ربي أنعم علينا بأشخاص يعني تجاوزنا بهم هذه المحنة الحمد لله. هذا أقصى يعني أقصى شيء يعني أثر فينا يعني. وأكثر أكثر المواقف اللي قاعدة مأثرة في نفسيتك يعني من غير المحامي اللي عاونك، يعني ممكن في الأربع سنين هذه أكثر مواقف حسيت أن لا الحمد لله الدنيا مازال بخير وفيها ناس خير الحمد لله. لا، هو أقصى الأشياء التي كنت أتمناها أن يكون الوعي أكثر من هيك، أحسن من هيك، وعي الناس ونفسية الناس، وعي الناس بالنازحين أو وعي الناس بحاجة تانية. هو الكل في الأول، لكن للمعاملة مع النازحين يعني المفروض الناس لها خصوصية يعني. صح. والحقيقة لأن نحن شهامة هذه ما هيش غريبة على المجتمع الليبي، ولكن يعني ولكن حسيت وشعرت بأن المجتمع يعني يريد زيادة الوعي، زيادة علم، زيادة فقه، زيادة إنسانية، أمور نفسية ترفع من الناس اللي عندها الأزمات وكذا. الانجول المرحلة الثانية رفيق ممكن تكون الأصعب، ممكن تصلح لي الكلمة، النزوح الثاني، انك انت تطلع من مدينة لمدينة، من طرابلس لمصراتة رحلة اخرى، وعدم استقرار مرة ثانية، وبداية من الصفر مرة ثانية. احكي لنا شوي على بداية هالخطوة هذه او هالرحلة هذه رفيق. اي والله صدقت، والله لها الام ولها وقع النفس ولها يعني ذكريات اليمه لموجه النزوح هذه يعني التي مرينا بها. والله العظيم سبحان الله لا استحضر كل التفاصيل، ولكن لا اريد قلت لك كم مره اني لما يرود خاطري علي التفاصيل نبتعد عنها سريعا حتى لا تؤثر فيه. ولكن يعني نزوح لا الام 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 كبيره يعني ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. لما تقول يا رفيق ان مأثرة فيك بهالطريقه هذه وتحكي بهالحرقه هي وعلامات الاسى على وجهك يا رفيق، معناها في نوع من من واقع عشته قاسي جدا. خلينا نشاركه فيه معاك، احكي لنا ممكن جزء من اللي عشته في هالنزوح الثاني هذا، لعل وعسى توصل الفكره، ممكن تتغير عقول الناس، ممكن يكون في وعي اكثر من خلال كلامك خلال قصتك يا رفيق. ايوه يعني الناس حيمر بامور، هو قاعد في مرحله يعني لا للوراء يعني ما يقدرش يرجع للوراء، ولكن تحتمت عليه الايام والساعات والمراحل والازمات انه يرجع للوراء. فسبحان الله شيء مستحيل انه يرجع العمر للوراء او يرجع اي شيء للوراء والساعه للوراء لا ترجع، ولكن انت سبحان الله نتيجه النزوح تضطر انك ترجع للوراء للصفر يعني. فهذا شيء صعب، هذا شيء مستحيل. هذا ايهما كانت اقسى عليك رفيق، بدايتك في طرابلس ولا النزوح الثاني في مصراتة؟
والله ما قارنت كل التفاصيل بعد الحلقة تو انت معن في السؤال. الأسهل تو حاليا انك انت تو لقيت بصورة يعني متسهلة اكثر موضوع الشغل، الحياة ممكن كانت احسن، كانت ارخص ممكن في الحاجات الأساسية، مش حتى الكماليات يعني ليك ولعائلتك في مصراتها، بحكم ان هي يعني حتى هي صار لها موجة كبيرة من نزول العائلات ليها ونزوح العائلات الكبيرة من مناطق الحرب ليها. أيوة، هو الأمر صعب الحقيقة ويحتاج إلى تفاصيل وإلى حلقات وليس حلقة، ولكن يعني الصعوبات تبدأ من توفير المعيشة صحيحة للأولاد، من توفير السكن ومن توفير كل هذه يعني صعوبات. يعني بديت شغل ترفيق في مصراتة وإلا ما زال؟ أيه وجدت الحمد لله، يعني لقيت شغل واشتغلت عند ناس أفاضل بإذن الله سبحانه وتعالى. كان في دور لبعض المنظمات ممكن اللي عاونت العائلات النازحة لمصراتة، وإلا فقط كانت على بعض العائلات الأخرى بارك الله فيها اللي كانت تحاول تساعد النازحين يعني على قدر المستطاع؟ لا صح، في المنظمات اللي في عين زارة وتاجورة وفي مصراتة، الهلال الأحمر والصليب الأحمر وبلدية تاجورة، جزاه الله كل خير. هذه البلدية، هذه المعطاء الفعالة، سبحان الله شبابها يحترقون ليضيئوا لك الطريق، سبحان الله. الموظفون وكذا والله يشتغلوا في شغل سبحان الله العظيم، نسأل الله يحفظهم ان شاء الله. انا بنسألك، احنا ذكرنا وحضرتك ذكرت في التقرير ان اكثر حاجة تخمم فيها تو حاليا رفيق هي المدرسة وان الصغار كيف راح يبدو العام الدراسي. تخوفك من شني؟ هل انك انت قاعد في الاستقرار؟ هل انت قاعد تخمم ترجع لطرابلس؟ هل انت قاعد تخمم تقعد في الحوش هذا، ما مش قادر تسجل صغار في مدرسه قريبه منك ولا تحول لمكان ثاني؟ من شني تخوفاتك في الموضوع هذا بالضبط؟ تخوفي انا لان عندي قيمه التعليم والعلم قيمه عاليه عاليه جدا جدا من اي اكبر قيمه ثانيه يعني. وانت عارفه في البدايات في الابتدائي لابد ان يؤسس الطفل على تعليم صحيح. صح. وحتى المدرسة ما تحطي فيها ابنك إلا لما تسألي عنها. صح. فكيف لما أنت تكون غريب وكيف تسأل السؤال هذا في لبعض الأشخاص ما تعرفش حتى الخلفية اللي جاوبوك بيها يعني. فصعب أنك تبحث عن مدرسة، والحمد لله يعني كانت الأمور صعبة في البداية، لكن تيسر الأمر وسحبنا الملفات من طرابلس ودزيناه هنا لمصراتة، وقبلتنا المديرة جزاها الله كل خير. ممتاز. هو 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 فكرة إن الواحد يخمم بطريقتك رفيق في ظل ظروف الحرب غريبة شوي، إنك تفكر إن لا أساس الطفل هو التعليم وإنه يكون أساسه مزبوط، غير إن ممكن بعض الأهالي اللي يفكروا لا أنا نوفر لهم لقمة عيشهم هي الأساس والتعليم موضوع ممكن يجي بطبيعة الحال. هل تشوف ان دور المدرسه في ترميم نفسيه صغارك مهم جدا، والا برضو انت قاعد ماشي في مهمه كبيره وصعبه انك انت البو والام والمدرسه في نفس الوقت؟ هو هذا على خلفيه كذا، على الخلفيه بتاعك اذا كان القيم اللي تتحرك بها والاعتماد على النفس والمسؤوليه، يعني هذا اللي نقوم به نحن، هذا مسؤوليه الدوله، هذا دول يقام بها هذه أعمال جبارة لا يستطيعونها أفراد ولا حتى منظمات ولا جماعات ولا، وهذه مسؤولية الدولة، ولكن نحن من أكثر من 40 في لا دولة، فلهذا نحن نعتمد على أنفسنا ونتخير الأفضل ولا نيأس من لطف الله سبحانه وتعالى ولا نيأس من أمل الله، والله سبحانه وتعالى توفيقه منه سبحانه وتعالى هو الذي يمد بالقوة وبالتوفيق، ولكن هذا العمل اللي احنا فيه والنفسيات اللي احنا فيها هذه نفسيات مدمرة، وهذا عمل لا يستطيعونه صغار، ما بالك منظمات، ما بالك صغار يعني أفراد. الخطوة الجاية اللي يفكر فيها رفيق شن هي بكل وضوح؟
والله أنا أتمنى وكل دعائي أن أكون مستقرا لكي يعني أستطيع ما أثق في نفسي أن عندي أساهم في بناء هذا المجتمع، في نشر الوعي، في ولكن أساسياتك ونزوحاتك وأزماتك معاش كملا، قاعدا سنة ورا سنة حتى تثبت حاجة يجي واحد خارج على الشرعية يطيرها. ال ال الاستقرار في مفهومك ال ال يعني كنازح، يعني من قصة أولى لقصة ثانية، وهالرحلة اللي صارت لك هذه كلها من بدايتها من 2014 لتوا رفيق، تخليك أكيد تعرف على أما أرض أنت ممكن حاب أنك أنت تكمل مسيرتك، سواء كانت في مصراتة، سواء كانت في طرابلس أو في مكان آخر. هل هالنوع من النوع من الاختيار هذا برضو صعب عليك كنازح حاليا، صح؟ لا لا لا، هذا لا 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 يشك ما يشكلش حيز كبير عندي في نفسيتي. انا كويس. وين ما نسعد الناس، وين ما نعطي اللي عندي، وين ما نشد نشد مسؤوليتي، يعني هذه ارضي وهذه مكاني، يعني هو في هو اي بقعه، في اي ارض، في اي مدينه انا نقدر نقدم فيها لاهلي ولنفسي وللناس وللمجتمع، هذه اهلي وهذه مدينتي وهذه ارضي. أعطينا بس إنارة شوي على بعض الأمور اللي أنت تحب أنك أنت تقوم بها كفرد اجتماعي وتحب مساعدة الناس. لا ممكن لعل وعسى تعطي أفكار لغيرك من الناس اللي تشوف فيك، يعني احنا نشوفه في نازحين وانت ممكن عندك علاقة بهم رفيق، ضربهم اليأس والإحباط من الدنيا ان معاش قادرين يعيشوا، معاش قادرين يقدموا لقدام. وهذا طبعا احنا ما نلومهمش على فكرة، كل إنسان تختلف شخصيته وحسب صح. حتى قوة إيمانه، ولكن صح. احنا قدام شخصية بسم الله ما شاء الله حضرتك تعطي فينا في 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 أمل كبير، وفي خيوط ان احنا نشدوا بها باش نكملوا بها لقدام. احكي لنا شوي يعني بجد رفيق. وانا نحب اني نسعى في نشر الوعي، لان كل سبب هذه الازمات قله الوعي، قله الفهم. يعني هل عندك جلسات في بناء المجتمع، عندك جلسات مثلا تجتمع مع بعض ممكن الشباب او العائلات تلتقي معاهم، او عندك مدونات في الفيسبوك، او كيف 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 كيف, كيف تقضي فيها انت؟ لا، هو يبدا شغل، لكن شغل مازال عن نفسي وعلى بيتي، يعني مازلت انا نفسي قاصر عن نفسي في اساسياتي يعني. قبل شويه رفيق اشارت لي نقطه مهمه جدا على ان في قله وعي من الناس سواء في طرابلس او في غيرها من الاماكن ممكن اللي انت مشيت لها، كان في قله وعي في موضوع عمليه استقبال النازح وكيف نفسيه النازح وشن شاف هالنازح من بدايته، وكيف اصلا قدر يوصل انه يطلع من 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 استقرار كان فيه لوين ما يوصل انه هو في اللا استقرار. هل تعرضت لبعض المواقف باش تتكلم بهالحرقه هذه شوي، والا فقط تحكي في 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 من منطلق عام؟ هو بمنطلق عام اكثر شيء، ولكن مواقف شخصيه قليله وليست في ذاكرتي، يعني ما هيش عاطفه سلبيه، ما دائما ما نضخمهم ونشيلها فوق من حجمها، ولكن يعني بشكل عام، يعني لان الناس تختلف في كل شيء، الناس صح. تختلف في مقياس الأمن النفساني وكذا، مش عارف كيف نبي نوصل لك التعبير الصحيح اللي أنا المفروض نعبر به، ولكن يعني مش ما فيش الكلام هذا، بالعكس يعني مجتمعنا فيه خير كثير، والله في ناس فتحت بيوتها وعطت بيوتها بدون أجار، وفي صح. ناس يعني آوت ناس، يعني في خير كثير والله العظيم، هو ولكن الخير هذا ايه؟ مغمور، ما حدش مطلعه، يعني صح. ما حدش يذوي به، صح. هو في ناس تدير الخير على قولتك، الخير ما انقطعش في هالدنيا، لكن نحن نشوفه الخير في وجوه
تستحق ان احنا نوقفوا معاها. فهذه ممكن تكون من النوادر حاليا نشوفوا فيها يا رفيق. فاحنا بصراحه سعداء جدا ان شخصيه زي حضرتك ان تكون معانا، تعطي هالاضاءات للناس، تنورها، تعطيها شويه امل، مش شويه هو هلبة امل، ان وانا نازح، ومش نازح مره، نازح مره واثنين والله اعلم ربي شن كاتب، وان شاء الله تكون هذه اخرها وتستقر انت وعوائلتك. انا نبي نقول لك ان الخير صح ما انقطعش في الدنيا، احنا ممكن نحاول بقدر الامكان ان نعاونه باللي نقدر، حتى بالكلمه الطيبه، ونشجعوا الناس يا رفيق. ممكن مبكري قبل شوي سالتك سؤال، شن اكثر حاجه تخمم فيها؟ انت قلت لي الاستقرار. الاستقرار يبدا من شني رفيق ترى عندك انت كرفيق؟ اكيد يبدا من مجتمع طيب، فيه سكنة خاصة، فيه تعليم طيب، فيه لكي تنطلق ولكي توفر احتياجات الأساسية، ثم تنطلق فيما أنت تحبه، يعني في النهوض بهذا المجتمع ووعيه ورقيه. احنا كأسرة برنامج انت القصة، ممكن هذه اقل حاجه ممكن نقدموها ليك رفيق، ان نوفروا لك هالنوع من الاستقرار اللي حضرتك تدور عليه، لعل وعسى تكون بدايه طيبه ليك ولعوائلتك، وتتقبلها منا بكل حب، يعني مسكن خاص ليك ولعوائلتك، وان شاء الله ربي يبارك لك فيهم ويبارك لك في صغويرتك، وتكون البدايه هذه نهايه لكل ألام أنت عشتها، وتعيش حر ومرفوع الرأس، وقادر تعيش كعنصر فعال زي ما كنت تحب، وزي ما أنت بادي، وزي ما أنت مكمل رفيق. فياريت تتقبلها منا، هي حاجة بسيطة مش من قدرك رفيق، وإن شاء الله ربي يبارك لك. وأنا أشكركم جزيل شكر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأنا بدوري أهدي هذه الهدية إلى مجتمعي الحبيب وإلى بلاد الحبيبة، تنطلق منها بؤرات الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. رفيق مشكور جدا، كان معانا من مصراتة أحد النازحين، وإحنا شفنا قبل شوية قصته استعرضناها معاكم. أنا سعيدة جدا الحق أن صدفنا رفيق. الواحد يتحشم بصراحة أن مرات يمر بظروف يقول أنا خلاص ما فيش حد زيني، وأنا يعلم الله بحالي، وأنا متنكد علي، وأنا تسكرت في وجهي. لكن نتحشم، أخجل من نفسي لما نقعد نبدأ مش راضية على واقع أنا عايشاته، وغيري لا استقرار ولا نوع من الحياة اللي ممكن نقولوا عليها حياة مش كريمة، ونوع من البهدلة اللي عاشوها نازحين سواء من 2014 أو حتى من هالحرب الكريهة هذه اللي بدت في 4/4. أنا نقول الحمد لله على كل حال، رفيق في منا هلبة، ولكن ما يبوش يطلعوا. احنا سعداء جدا إن أعطي بعض إضاءات على حياته وعلى مسيرته القصيرة جدا، والقصيرة جدا طبعا في عمرها، والطويلة جدا في عطائها. احنا سعداء جدا، احنا على تواصل مع رفيق، بإذن الله حنغطوا لكم تسلمة لحويشة هو وعيلته، وهو وحالة حالة القصة الأولى في أنت القصة، بإذن الله حنديروا روبرتاج خاص بهم الاثنين. سعادة جدا إن شاء الله في ميزان حسناتكم كل من عاون حتى الحالة الأولى اللي كانت معانا. احنا نرجعوا بعد فاصل قصير جدا، نكملوا مع بعض أنت القصة. لم تكن طرابلس أو أويا بمنأى عن هذا الازدهار. مقبرة ميترا أحد أهم المواقع الأثرية لمراقبة أثار طرابلس. مسجد أحمد باشا هو أحد أجمل المساجد داخل المدينة القديمة في طرابلس. يحتضن مختار المبقع مقتنياته في حنو الأب الخائف على أطفاله من الضياع. يعطوني ميزانية ذهب منبيح
بكر يزول صغير نبدأ ينعس فيه النوم ما ينعس فيه النوم يا باقي ذاك يشد الصبايا في اليوم انت زي القطوس انت ديما انت رقد. والدي من 34 من اول ما خش من الفنون والصنايع اول ما تعلموا الفريزر الاول وبعدين يخش على الفضه طبعا. صمم هذا المبلغ المعماري الايطالي فلورستانو دي فاستو. مرحبتين بكم مشاهدينا، رجعنا من جديد لي أنت القصة. مش عارفة كيف نبدأ الحق. موضوعنا هذا اللي حيكون في فقرتنا الثانية اللي هو مقسوم بين بالفلاقي وردك يا مسؤول، ببساطة النقاش فيها على قد ما هو مهم، على قد ما واقع اليوم في ليبيا يوجع القلب. لما نقول التعليم في ليبيا، أنت اللي تشوف توا فيها شنو اللي جاي في بالك بالضبط؟ الغش اللي قاعد بالجملة، ولا مستوى بعض الطلاب اللي مع الأسف سيء في مستوى وجودة التعليمية، ولا وضع المدرسين وحقوق بعضهم على الدولة على اعتبار أنها مسؤولية مسؤولين على جيل المستقبل القريب المفروض يقود نهضة هالبلاد، ولا على مستوى بعض المدرسين اللي هم نفسهم مش مؤهلين لرعاية التكوين والإشراف على تعليم صغارنا واللي حيكونوا ضحية الجهل وقلة المعرفة وضعف المناهج. لما نقولوا تعليم أكيد اليوم ما بيش نحكي على أهميته كونها القناة الأولى لإصلاح كل شيء في البلاد، هو اللي يخرج في الدكاترة اللي تعالج فينا، وهو اللي يخرج في المهندسين اللي يبنوا في حياشنا والسياسيين اللي يقودوا في هالبلاد وغيره وغيره وغيره. بس اليوم حابة ولو بشكل بسيط حط الناس اللي تسمع فيها ولو بشكل جزئي في صورة واقعنا اللي الحرب شغلتنا عليها شوية. أكيد مش حنقدر نفتح موضوع زي هذا ونتجاوز كل هالضجة اللي صاير على نتائج الثانوية العامة، نتائج طلاب من المفترض إنهم أنهوا آخر مراحل التعليم الأساسي ويستعدوا لدخول الجامعة ويتخصصوا في هلبة مجالات، الضجة اللي صاير على الغش اللي بالمجان من جهة في مقابل حجب لنتائج مدارس وطلاب من جهة تانية. قبل كل شيء فريق إعداد البرنامج حضر لنا التقرير هذا ونرجع بعدها نشوفوا أيضا آراء بعض الطلاب. يعاني قطاع التعليم في ليبيا كغيره من القطاعات نتيجة الظروف اللي تمر بها البلاد واللي أثرت بشكل سلبي على عمله، بالإضافة إلى استمرار حالة الانقسام اللي طالت حتى قطاع التعليم ومؤسساته اللي من المفترض بأن دورها الحقيقي هو بناء جيل جديد وتنشئته تنشئة سليمة. المؤسسات التعليمية لم تكن للأسف خارج حالة الصراع الدائر في البلاد، فبعض المدارس تضررت جراء الحرب وبعضها الآخر تم استخدامها كمقرات للنزوح، واللي أثر بشكل مباشر على وضع الطلبة وعددهم داخل الفصول، وكأن قطاع التعليم كان ينقص تكدس الطلبة في الفصول الدراسية بسبب نقص المؤسسات التعليمية. المرافق والمؤسسات ووضعها مش هو اللي انشغل الناس، لكن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019 كانت هي حديث الساعة عند ناس واجدين، خاصة مع إعلان وزارة التعليم عن حجبها لنتائج عدد من المدارس بسبب الخروقات اللي صارت أثناء الامتحانات في بعض اللجان زي ما صرحت الوزارة، واللي تعهدت بعد اعتذارها للطلبة اللي ممكن يكونوا ظلموا حسب قولها بسبب هذا الحجب، وبأنها حتعلن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات في أسباب هذه الخروقات ومن كان وراها. رغم كل هالظروف اللي تمر بها البلاد، يبقى أملها وأملنا الوحيد هو صناعة جيل قادر على التنمية والبناء من خلال تأسيسهم وتأهيلهم بشكل جيد من قبل قطاع التعليم. في مدارس نسبة نجاحهم 90% و98% و80%، كيف تتصرف معهم بالله عليك لو سمحت؟ قصدي أنت ما تقدرش تشد عليهم إن هم غشوا، فيش حد شافني نغش، كيف تتصرف معهم؟ هذا ظلم، ظلم لمني؟ للطلبة التانيين. المفروض كان إن فيه مراعاة للطلبة بالذات اللي تسكن يعني في مناطق في داخل اشتباكات واللي نازحة، وهذا موضوع يعني الحق فود ضروله يعني بعين الاعتبار، ولكن في النهايه يعني يعتبر خطوه جيده ان الطلبه انتقلوا يعني يمتحنوا في المعاهد والجامعات
يعتبر أمر ممتاز، ولكن زي ما قلنا يعني ينظر لجميع النواحي مش من جهة واحدة فقط. يعني النسبة السنة هذه كانت ضئيلة نوعا ما، ممكن لأسباب عطاء بعض المدرسين، كان يقولوا كعطاء مفروض يكون عطاء أحسن وأكثر كفاءة، وحاجة تانية الظروف الراهنة والأشياء اللي تصير في بلادنا حاليا، ومع مراعاة الضي والكهرباء والحالة النفسية والأمور هذه كلها. كانت سنة صعبة شوية وطويلة شوية علينا، لكن الحمد لله. بالنسبة لخطوة أو مشروع الامتحانات في الجامعات، كان مشروع ممتاز جدا، أنصف الطلبة للأمانة، يعني اللي قريب جديات حياة خدمة تمرت مجهودها، بالدليل يعني ناس قريت وناس نجحت وطلعت منها وجابت امتياز، يعني الحق. تاني شيء انصاف، من غير انصاف الطلبة يعني بالنسبة للكليات ما عادش تقبل إلا الشخص اللي فعلا عنده معلومة وعنده ويبي يطور من نفسه ويبي يطور من مجتمعه. وزير التعليم قصدي قضاء على نسبة من بيش نقوله 100%، لكن نسبة كبيرة تعتبر يعني السنوات اللي فاتوا من الغش، بس ناقص موضوع تسريب الأسئلة حيكون فيه نسبة غش، هذه معروفة حتى لو كنا دولة من دول متقدمة يصير فيها غش. نسبة كويسة لأن كانوا ينزحوا بنسبات خيالية، حتى اللي يبدأ ما يدريش حتى على المنهج وتلقاه خاش الجامعة وما يدريش، حتى يقعد سنتين بعدين ويبطل، يعني هيك قصدي يصير حمل أقل على الجامعة، وحتى قصدي خير للدولة في المستقبل. كليات العالية تتطلب درجات عالية زي الطب والهندسة، يخشوا لهم ناس مؤهلين يعني يكونوا ناجحين بمجهودهم مش منقلين ومش غشين، فنحسبها نسبة كويسة يعني خير ما واحد يبدأ ينقل وغش بعدين ينصدم باللي في الجامعة، أن الجامعة مش سهلة زي الثانوية. الفكرة متاع امتحانات الشهادة الثانوية فصل الجامعات هي غيرت هلبة نظرية امتحانات الشهادة في ليبيا كليا لأحسن طبعا، ولكن هي ما زالت تحتاج إلى تطوير أكثر، فأني كشخص نقترح أن يستخدموا تجارب إنسانية صايرة لبرة، مثلا زي الكمبيوتر examinations والحاجات هي اللي هي لها علاقة أن الطالب يمتحن بطريقة الكمبيوتر وتكون عليها رقابة أعلى ورقابة أقوى، مثلا عندها معدل معين، المعدل هو عالي وهو مش محصلة بجهده وبيخش لجامعة مثلا قوية زي كلية الطب أو الهندسة وغيرها، حيلقى روحها في واقع أن المكان هو مش مستواه، فمفروض يعني يصير رقابة أكثر بحيث أنه يقدر الطالب يخش بمستوى لجامعة يقدر ينجح فيها ويبدع فيها. في عيب واحد هو الكمث التشديد إذا روه وزارة التعليم من قبل وزير التعليم عتنا عبد الجليل صارت في طرابلس بالصرة، واللي نجحوا تربحهم الدواخل، واللي سقطوا تربحهم راهم من سكان طرابلس، هذه اللي داروا فيها التشديد وشدوا فيها الطلبة، يعني نتيجة غير عادلة. بكل في ما قراش بكل، نعرف ناس ما قرتش ومشوا لمناطقهم اللي يسكن في جبل واللي يسكن مش عارف وين واللي يسكن كذا ونجحوا، واللي يقرا وكذا وسهر ودار 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 سقط، لان شنو شددوا عليهم في طرابلس بس، حتى سقط جاب نتيجه حتى تحت 50% لكن بمجهوده، يعتبر خير من ذاك اللي نجح بنسبه 80% ولا 99% وهو ما قرا شيء. هذه النقطه اللي بنوضحها، بس النتيجه غير عادله. ابوك انت القصه. الطلبة تكلموا بالفلاقي بالليبي الفصيح، في نقمة وفي عدم رضا على اللي صاير، رغم أنهم صغار في السن، ولكن اللي صار في الثانوي مش نقول حتى في النتيجة، حتى سير العملية التعليمية كانوا ضدها جملة وتفصيلة، وتسريب الأسئلة والغش اللي صاير، ووصول بعض الطلبة اللي ناجحين بالواسطات وبالغش، وصولهم لكليات كبيرة في الجامعة أو وصولهم في الجامعة بحد ذاتها كانوا مش راضين عليه، لأن هذا عارفين هذه رو قمة الوعي، وأنا سعيدة جدا نسمع طلبة صغار يتكلموا بهالوعي هذا، عارفين أن كل ولاء وباء عليه البلاد نفسها، طالبين فينا في طلبة بسم الله ما شاء الله عاطين حلول، ان المفروض الـ 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 يعني الحزم يصير من البداية مش في نتيجة الثانوي، لان في ناس انظلمت. لما نجو نحكوا على الظلم، احنا نعرفوا ان من زمان يصير، مثلا يقول لك والله هذا انسان انظلم فيها النتيجة، يقول لك لا والله يقرا طول السنة لا يطلع لا يخش لا ياكل لا يشرب لا يطلع لا يخش، لكن
بس قرايته بس كتاباته الورق بس يبي يجيب نتيجة كويسة، أنه عنده حلم عنده طموح أنه يبي يوصل له. لكن في الأخير سبحان الله يتفاجئوا الأهالي ويتفاجئ الطالب نفسه أن النتيجة ما كانتش على قدر الجهد اللي أعطاه، ويعرف أن مستواه أكثر من هيك. واللي توجع أكثر أنه ما فيش اهتمام من المسؤول أن نفسية الطالب هذا شنحس، ولا أنه هو يشوف أنه في طلبة مستهترة نجحت وبتفوق والطالب اللي يستحق ما نجحش. عندنا بس حالة احنا للكلام اللي نقول فيه، وبرضو حتى دعم لكلام الطلبة اللي شفناها توا في الفوكس بوب اللي تكلموا فيه. عندنا طالبة معانا تعتبر ضحية من ضحايا نتيجة الشهادة الثانوية، ريان. سلام عليكم ريان. حبيبتي أنستينا في أنت القصة، وأنت اليوم قصتك قصة. ريان أنت مشهود لك من الكل أنك طالبة نجيبة ممتازة، أعمالك السنة تجيبي فيها كل سنة بامتياز، وديما تجيبي فيها من الأوائل على مستوى. احكي لي شن اللي صار لك بالضبط في نتيجة الشهادة الثانوية يا ريان؟ كيف حالك أستاذة بشرى؟ الحمد لله حبيبتي. أنا أول حاجة بنحكي ونبي كلمة توصل للوزير، إن أنا من طالبة من طالبات الثانوي، أنا ديما طالبة ممتازة ومن الأوائل، لكن السنة هذه ما حالتنيش الحظ وارتبت على خاطر درجتين بس. درجتين؟ إيه درجتين بس ارتبت عليهم. درجتين. وريان أعمالك السنة كيف كانت؟ لا أعمالي السنة ممتازة، أنا في الفترة الأولى نسبتي كانت 93% وأعمالي كانوا مسكرات. ممتاز. بالنسبة لهذا كله يا أستاذة بشرى، إن حتى لو أعمالي أنا كانوا ضعاف، لأن هم ما يديروا شيء، لأن إحنا سنة كاملة نقروا، سنة كاملة في كورسات، سنة كاملة أنا حالتي ما يعلم بها إلا ربي، ومن كان لمكان ومن كورس لكورس، وهذا كله على خاطر 30%. هذه أطول سنة مرت علي في حياتي، وأنا نقرأ وكل شيء 12 شهر على خاطر 30%. باهي تمام. 30% يعني تخشوا على 70%. ايه الامتحان هذا دخلنا عليه على خاطر 70%. يعني أنا سنة كاملة تعبت وقريت وجهدي كله ماشي وكورسات، وفي الأخير يعني هذا كله بينحسبوا لي أعمال سنة فقط. ايه وأنا أول حاجة نبي كلمتي تروح لسيادة الوزير، يعني نبي نستفسر على كذا حاجة وعلى يعني على هلبة حاجات. أول حاجة كيف إن إحنا نخشوا على امتحان 70%؟ تمام. إيه هذا كله كان أكبر خطأ، المفروض إن الامتحان 60% الأعمال 40%، بس حتى الطالب الممتاز ياخذ حقه لما يبدأ قاري. وكانت الظروف البلاد يعني ما نعرفش كيف نوصف، هذه كبري ما فيش ومية ما فيش، بنزينة سيارات محروب دمار. بالرغم أن ريان يعني شفنا تكريمات في الحفل اللي دارها سيادة الوزير، تكريمات وكل شيء، وأنا كنت من الأوائل، ومع هذا يعني ما فيش حق للطالب اللي قريب جديات. يعني مفروض أن نسبة أعمال السنة كان 40%، بس أن أنا ناخد حتى حقي ونكون ناجحة توا، ما نرتبش على خاطر درجتين. باهي ريان خلنا نرجع بيك التالي شوية لفترة الامتحانات، كيف كانت؟ كيف 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 مشت؟ كيف كانت المراقبة؟ احكي لي على موضوع تسريب الأسئلة، اعطيني تفاصيل لو سمحتي. تسريب الأسئلة هو ما تمش من الطالب بالدرجة الأولى طبعا، من الأعضاء اللي الوزير سلمهم الأسئلة وعاطي فيهم الثقة الكاملة، وهم في الأخير يعني ما كانوش قد الثقة بالضبط. صح. ايه يعني لو هم كانوا قد الثقه ما سربوش الاسئله، والناس اللي جربت ما تعبتش في الاخير ونجحت، عرفتي؟ صح. ايه تسريب اللي تم ما ليش علاقه بالطالب، في ناس يعني عديم الضمير ويسربوا في الاسئله وما يبوش التعليم يمشي بالطريقه الصحيحه، الطالب مفروض ما يتحملش اخطاء الناس هذه. برافو عليك. صح صح. إيه الكلية اللي أنا امتحنت فيها الحق كانت مراقبة صعبة، وكانوا في أساتذة يعني عندهم ضمير وما يبوش الغش، وأنا بالدليل هذا إن القاعة اللي فيها أنا بس والله العظيم ما نفسي من كثر المراقبة هذه، وأنا راضية بالشيء هذا، راضية لأن أنا حناخد حقي، الناس اللي قريت تاخد حقها. مظبوط. مش حناخد حقها، لكن بالدليل إن أنا لما نطلع نشوف في القاعات الثانية بالتليفون وناس ما عندهاش ضمير اللي تراقب وتساوي في الطالب الممتاز وبالطالب الشاطر. وكانت زي ما نشوفوا فيها يعني في الفيس وفي التواصل الاجتماعي إن في
اجوبه نموذجيه توصل لبعض اللجان يا ريان، ولا كل ما فيش منها الكلامات؟ في حتى يعني الميليشيات كانت تخش لنا ويعني وسربوا لطالبات وطالبات. لا يعني انا لما نشوف نبدا نبكي بها، علاش انا اللي قريت وكل شيء وفي الاخير واحده يجيها واطي وتجاوب وتطلع، ومع هذا الناس اللي في الكليه تشوف لكن ما تقدرش تتكلم. تمام. ريان شن حابة توصلي آخر شيء للمسؤول اللي حيخش معانا بعد شوية؟ تفضلي. أنا حابة نوصلنا إنه يعني حرام بالنسبة اللي خاشين بها في الامتحان ونبوا الخمسة درجات الرحمة اللي هما من حق الطالب. الخمس درجات رحمة نبي نستفسر فيها يا ريان. أنا حنستفسر لك من المسؤولة عليها، وإن شاء الله يكون موجود معنا بإذن الله وتاخدي حقك فيها يا ريان، وإن شاء الله نسمع أنك أنت أخذتيها واجتزتي هالمرحلة هذه من غير لا دور ثاني ولا هم يحزنون. آخر كلمة حابة تقوليها ريان تفضلي. إن ناخذ الخمسة درجات بتاعنا أنا الناجب فيهم باسم الوطن باسم التعبي اللي تعبناه وكل شيء، إنه يعطونا الخمسة درجات هذه فقط. تمام ريان، بارك الله فيك، مشكورة جدا. احنا طبعا للمعلومية تواصلنا مع وزير التعليم شخصيا، وفي الأول أبدى سعادة وبعدين معشي بيرد علينا. تواصلنا مع المكتب الأول للمدير، سواء الوكيل أو الوكيل الأول أو الثاني أو المسؤولين اللي معاه، طبعا ما فيش حد بيرد علينا، فهذه طبعا احنا باش نقولوها بس يعني. لكن احنا متواجد معانا أحد مسؤولي التعليم، هو السيد أبو بكر شيوة مدير مكتب التعليم الثانوي بالزاوية. أستاذ أبو بكر، ما نعرفش إذا كان حضرتك سمعت مكالمة ريان اللي محروقة عليه تعبها وجهدها اللي راح، ردا على كلامها الخمس درجات هذه الرحمة، وين مشت إذا كان طالبة ممتاز نقصها درجتين بس وتنجح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تحية لك أختي الكريمة ولكل هني الطلبة اللي متفوقين وناجحين، وكل حظ أوفر للطلبة اللي ما حالفهمش الحظ في النتيجة الأولى. بالنسبة لموضوع درجات الرحمة، في الأساس ما فيش حاجة في القانون أو في لائحة الامتحانات تقول في درجين الرحمة وخمس درجات الرحمة. هذه كانت أمور تصير في داخل المدارس لما طالب مثلاً مدرسة باش يكون مستريحين يقول هل يزيدوا خمس درجات للطالب، يقول اللي ينجح يزيدهم واللي ما ينجحش ما يزيدهمش. لكن في الأساس ما فيش خمس درجات الرحمة، دي غير موجودة في اللوائح. بالنسبة لي يعني صراحة الطالبة هذه لاحظت أن هي شجاعتها وثقتها في نفسها أنها على شيء، وعندها أمل إن شاء الله مستقبل زاهر بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. حضرتك أستاذ أبو بكر، كيف تقيم اللي صار في نتيجة الشهادة الثانوية ووضع الثانوي بصفة عامة؟ والله نفسي كريمة، الوضع أنا مدير مكتب التعليم الثانوي بمراقبة بديت الزاوية، وهي الوضع ان احنا نفسنا مستائين جدا منه. نحن كمراقبه اصلا بصفه عامه بمراقبه تعليم بادارات التابعاته، همشنا في مخصوص موضوع الامتحانات. نحن مستائين جدا كمعلمين ان احنا العام كله نقري في الطالب ونعرف كيف نتعامل معاه. جي في نهايه العام تحولنا كلنا بمعلمين باداراتنا بمخمة، تحولنا ودير امتحانات في تحت اشراف الجامعه. هذه يعني تفسيرها كيف؟ يعني انتم كيف تفسروها خطوه زي هذه؟ علاش الخطوه هي يعني ما نبوش احنا نفسروا تفسيرات ممكن تكون خطا، ولكن شنو وصلكم من الوزاره بسبب هالخطوه هذه؟ علاش داروها؟ علاش انتم همشوكم وحولوا كل شيء في الجامعه؟ والله يا اختي الكريم، خلينا نتكلم بصراحه. احنا لما جلسنا السيد الوزير الموجود حاليا وبدايه كلامه فرحنا به كنا، وحتى اللي كان خلاص قرر انه بيسيب عمله في التعليم وحاول، شجعنا وقلنا راجل بيخدم وراجل بينظم ورابط بين الجامعه وبين التعليم، قلنا هذه بادره طيبه باش تبدا متسلسل كانها كل واحده. لكن لاحظنا احنا وزاره التعليم تعامل مع المعلم وكأنه درجة أدنى، وكأنه هو سبب الغش هو سبب التهميش. احنا نجول لأرض الواقع، كويس جدا امتحانات في الجامعة كويس، لأنك أنت تجمع الطلبة في مكان واحد. الميزة فيه أنك أنت بالوضع الراهن، الوضع اللي فيه الوضع الحالي تو زي ما قالت الأخت ميليشيات وغيره اللي هوش، أنت تجمع الطلبة في مكان واحد أكبر عدد من الطلبة، وتسجل أنت تحدد ديرهم جهاز أمني أو دائرة أمنية خارج الإطار اللي في الامتحان باش ما يخش حد. أنت هنا وفرت المهمة اللي كان ناقص على الطالب. تمام. كويس.
اما انت اللي تتهمش المعلم وتخليه برا من الخوطه وتحط اعضاء هي تدريس اللي بالجامعه، مش حيتعاملوا كويس مع الطالب. هو استاذ ابو بكر، يعني في امكانيه اذا كان في تظلم من الطلاب مثلا الموجودين حتى على مستوى الزاويه، نقول بحكم من اعتبارك من الزاويه، هل يقدروا يتوجهوا لك كمدير مكتب الثانوي ممكن تلقى لهم حل بالاخص الطلبه المظلومين؟ احنا اللي صاير تو في موضوع التظلم، مكتب الامتحانات في كل البلديات اعتقد عندهم نموذج من الوزاره، يمشي الطالب لمكتب الامتحانات ويعبي النموذج، يعبي الماده اللي عنده فيها مشكله ويحدد الخلل وين، يعتمد على مكتب الامتحانات ويتوجه بها لاداره الامتحانات ومركز الوطني للامتحانات في قرقاش. تمام استاذ ابو بكر. استاذ ابو بكر شيوه مدير مكتب التعليم بالزاويه، احنا طبعا نتاسف لوقت البرنامج الضيق، ولكن احنا حابين ان تكون معنا ضيف باذن الله مره اخرى ان شاء الله، حنتكلموا بتفصيل اكثر. حضرتك عندك ملام واوجاع اكثر من هيك حاب انك انت توصلها لوزاره التعليم والوزير بحد ذاته. بس عندنا اخر ضيف قبل ما نختمه، سادة راوية جورني، سادة جامعية مهتمة بالأوضاع التعليمية. سادة راوية، أكيد سمعتي حضرتك مكالمة ريان ومدير مكتب التعليم بالزاوية، شو نظرتك عليه عليه على سير العملية التعليمية كلها في 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 البلاد؟ أوكي، أهلين مرحبتين بي قبل بشرة. أهلا وسهلا سادة. بالنسبة للعملية التعليمية في الوقت الحالي، تمام، أنت أكيد عارفة وعندك خلفية على أن احنا المنظومة التعليمية في ليبيا بصفة عامة في حاجة إلى التعديل. صح. تمام، فالتعديل هذا كيف بيكون على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى فيما يتعلق بالدولة أو الأجهزة المختصة بتعديل المناهج الدراسية. أوكي، واللي من المفترض أن يكون في عملية دورية لتعديل المناهج. صح. ثاني شيء المعلم، لأن له دور كبير وكبير جدا في عملية التعلم اللي هي بتكون ناتجة عن عملية التعليم. وبعدين بيجي دور على الأسرة، لأن احنا دائما نتكلم على التعليم وفي قصور من التعليم، لكن دائما نهمش في دور الأسرة اللي هو دورها كبير جدا في عملية التعليم. صح. وبعدين على الطالب، دائما حتى الطالب راهو عليه دور كبير، كيف الدور اللي بيكون على الطالب؟ المعلم من المفترض انه يكون انسان مؤهل باش يقدر يوصل المعلومه للطالب. مظبوط. العمليه هذه هي يعني يكتسب فيها الطالب خبرات ومعلومات والى اخره. الاكتساب هذا يبدي اول شيء معلم مؤهل. صح. التأهيل هذا لو بنرجع للمنظومه التعليميه اللي هي بنظمه، هو في حد ذاته المعلم حيكون تاهيله ضعيف. صح. فبالتالي لما يكون التاهيل ضعيف الطالب مش حيقدر يكتسب يلي المفروض يكتسبه. صح. سادة راوية، حضرتك أجملتي ممكن أو اختصرتي الموضوع إن هي حلقة بين التعليم وبين الطالب وبين الأسرة. سادة راوية حتكوني بإذن الله معنا في حلقات أخرى خاصة بالتعليم بإذن الله. احنا فقط لضيق الوقت حابين نختموا. نوارة البلاد تكلموا قبل شوية عليه نتيجة الشهادة الثانوية وعليه حرقتهم إن كيف مستوى التعليم في ليبيا يوصل لهالمرحلة على هذه، وكيف ان الجامعات يوجد بها ناس غير مؤهله سواء كادر تعليمي او حتى طلبه. ان شاء الله يا رب الحلقه تكون ممتعه، وان شاء الله يا رب الحلقه الجايه تكون احسن واحسن. احنا طبعا على تواصل مع المسؤولين، في اللي مادي دهلينا وفي اللي مطنش ومداير روحه ودن من طين ودن من عجين، واحنا مش مشكله، احنا نقولوا في كل شيء على الهواء. حالات اللي حابين تساعدوها يا ريت تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك قناة ليبيا الأحرار أو عبر صفحاتنا الشخصية. بارك الله فيكم وشكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.